بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شرف خلقه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة شاهناز عبد الرحمن عثمان، أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم في كلية العلوم والدراسات الإنسانية عفيف جامعة شرقة، حائزة على ترخيص شركة جوجل كمعلم معتمد من المستوى الأول وماستر ترينر من شركة مايكروسوفت. سأقوم إن شاء الله بعرض مقرر تقنيات التعليم والاتصال على شكل دورة تدريبية وموقع رواق التدريبي. إن شاء الله سوف تكون تركيزنا في دورتنا التدريبية الحالية كمدخل ومقدمة لها. بعد ترحيبي بكم والاحتفاء بوجودكم معي على الصفحة المفرغة الذي نرجو أن نحقق خلال فترة تعلمه الأهداف المرجوة منه وأن تجد الطالبة خلالها ما تتوقع أن تتعلم وتصبو إليه. أنتن معلمات المستقبل، يقع عليكن عبء تربية النشء وبناء الوطن بالقدر الأعظم، وهذه الوظيفة خلقتها وكونتها طبيعة الكلية التي تدرسنها في كلية التربية. ولا يخفى عليكن الانتشار الكبير لاستخدام التقنية في جميع مجالات حياتنا، وهذا يحتم علينا في مجال التعليم أن نتقدم إلى مجالات التقنية ونقتحمها بقوة واثقة بخطوات ثابتة، وذلك بإتقاننا بكل المجالات التي يتم فيها استخدام التقنية في التعليم. سنتحدث ونهدف في هذا المقرر إن شاء الله لتحقيق بعض الأهداف، منها التعرف على مفهوم الاتصال التعليمي، أهميته، عناصره، نماذجه، مكونات نجاحه. نتعرف كذلك على الوسائل التعليمية، أهميتها، فوائدها، أسس وقواعد استخدامها، تصنيفاتها المختلفة، ونقارن فيما بينها. نحدد مفهوم الحاسب الآلي في التعليم، مميزاته، برمجيات والتطبيقات المستخدمة في الحاسب الآلي في التعليم، مراحل تطبيقها، وأسباب ومبررات دخولها أو انتشارها بهذا الشكل في المؤسسات التعليمية. التعرف على مفهوم الإنترنت التعليمي والخدمات التي يقدمها ومزايا وبيئات التعلم الإلكتروني. سنتعرف على بعض مستجدات تكنولوجيا التعليم مثل التعليم الافتراضي، الوسائط المتعددة، الوسائط الفائقة، الفصول الذكية، والتعليم عن بعد. وسوف تكون إن شاء الله دورة مثمرة مليئة بالمعلومات الحديثة. هنالك أنشطة إثرائية سنتطرق إليها ومهارات إضافية أرى أنها مهمة جدا حسب طبيعة المقرر. سوف نتطرق بإذن الله كعمل إضافي. سأقوم بتزويدكم ببعض المعلومات بشأن الدورات المتقدمة التي تقدمها شركتي مايكروسوفت وجوجل لخدمة التعليم بشكل خاص. كذلك سنتحدث عن معايير مؤسسة ISTE الخاصة باستخدام التكنولوجيا في التعليم، اللي هي مؤسسة عالمية لها معايير تخص كل من المعلم والمتعلم. إن شاء الله سنتحدث عنها بشكل محدد لأنها تخص نموذج تعلم القرن 21 الذي يهمنا كثيرا. أعمال، تكليفات وأنشطة خلال فترة تعلمك لهذا المقرر، ستمر عليك عدد من الأعمال بالإضافة لاختبار نهاية الدورة يتم تجميع درجاتها بشكل كامل. تنالين في آخر الدورة شهادة اجتياز من رواق. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وسأكون على استعداد تام للرد على استفساراتكم ودعمكم خلال صفحة المقرر. لكم الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.